السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معاكم لنهاية الدولة الأيوبية ضمن سلسلة فيديوهاتنا اللي بنتكلم فيها عن تاريخ مصر الإسلامية. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ان ازاي استراتيجية الحملات الصليبية اختلفت وبدأت انها تتوجه ناحية مصر بدلا من بيت المقدس، ولكن حاليا بيت المقدس اصبح في ايد الصليبيين في 1229 بعد الحملة الصليبية السادسة. ولما اتكلمنا عن فريدريك الثاني الزنديق الأعظم اللي بتضيع مع السلطان الكامل سلموا مفاتيح بيت المقدس، وعايز أقولك وقتها كمان اتمنع أذان الفجر من المسجد الأقصى علشان يعيني كان بيزعج فريدريك الثاني من منامه. فتخيل كم التطبيع اللي احنا وصلنا له لمجرد بس ان كل واحد في مكان عايز يحافظ على المكان ده تحت حكمه وتحت سلطته. فضلت مملكة بيت المقدس تحت حكم الصليبيين لحد سنة 1244، لأن في 1244 نجحت فرقة اسمها الخوارزمية إنها تسترد مملكة بيت المقدس، ودي كانت تابعة للسلطان الصالح أيوب ابن السلطان الكامل. والفرقة دي هي عبارة عن سلالة تركية مسلمة من أواسط آسيا كانت في فترة من الفترات تحت حكم الدولة السلجوقية، وبعدها طال حكمهم ووصل لأجزاء من إيران. الفرقة دي كانت جنود مأجورة، يعني مرتزقة، من الآخر بيدفع لهم فلوس علشان يعملوا حاجة معينة، وكانوا تحت سلطة السلطان الصالح أيوب. زي ما كان حال كل الأسرة الأيوبية، كل واحد فيهم بيعمل له جيش صغير أو فيلق صغير كده علشان يحميه من أي خطر، والأخطار هنا المقصود بيها الأخطار الداخلية للأسف. ولكن الشاهد إن الخوارزمية نجحوا في استرداد مملكة بيت المقدس، وهنا بتدور الدوائر تاني والتاريخ بيعيد نفسه فترة صغيرة قوي، ويبدأ الصليبيين يتجهزوا لحملة صليبية سبعة هي الحملة الأكبر في التاريخ. ليه؟ لأن كان تعدادها 50,000 جندي رايحين فين؟ رايحين مصر. بقيادة مين؟ بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. لويس التاسع ده كان حفيد فيليب أغسطس اللي كان جاي في الحملة الصليبية الثالثة. في الفترة دي كان السلطان الصالح أيوب زي ما بنسميه كده مريض بمرض الموت. لما وصلت الحملة الصليبية السابعة وصلت برضو لشواطئ دمياط، وارتكبوا نفس الأخطاء اللي عملتها الحملة الصليبية الخامسة من رسوب السفن في الضفة الغربية بدلا من الضفة الشرقية، وإن هم يتخذوا النيل كوسيلة للوصول للقاهرة. هنا لما وصلت الجنود لدمياط، الجيش اللي كان بيقابلهم او الجيش المصري المسلم اللي كان بيقابلهم وقتها ما قدرش ان هو يسيطر على الاوضاع، فبعت للقاهرة يستنجد بيهم، ولكن الرد اتاخر فتقهقر الجنود وسيطر لويس التاسع والجيش اللي معاه على دمياط. لما وصلت الاخبار للسلطان الصالح غضب جدا وقال هم ازاي ما كانوش قادرين يستنوا، وصمم ان هو يروح ويحارب الصليبين بنفسه حتى لو هيشيلوه على نقالة. وقتها اتحرك السلطان الصالح ايوب ومعاه زوجته شجر الدر، وليست شجرة الدر لان ده المسمى الاصح، ووصلوا لمكان واقاموا فيه الخيمة بتاعتهم علشان يكون ده المركز بتاع الحرب وقتها. وكمان الصالح ايوب كان وعد اي حد مصري يجيب له ودن واحد صليبي ان هو هيديله قصادها هدية كبيرة جدا، فبدأ المصريين نفسهم يشاركوا في الحرب دي. مرة يخطفوا جندي صليبي بدل ما ياخدوا ودنه حاجة، لا يخطفوه كله على بعضه، يولعوا مولتوف او محروقات بجانب المعسكرات بتاعتهم، يعمل لهم كماين وياخدوا فيهم حد او يقتلوه. وقتها كان الصالح ايوب عنده جيش مدرب جدا وعلى اعلى مستوى اسمه المماليك. مين هم المماليك؟ المماليك بنفس الطريقة بتاع الخوارزمية هم من الرقيق الابيض، يعني من اوروبا ومن اسيا، ولكن هنا الشاهد ان السلطان الصالح ايوب اشتراهم وهم صغيرين وعمل لهم مدرسة دينية قتالية في جزيرة الروضة علشان يدربهم من صغرهم على فنون القتال وعلى الدين والتدين، وعلشان يكون ولائهم الاول للاخير للسلطان الصالح ايوب، وبكده يأمن ان هو ما يجيبش اي جنود مأجورين وقصاد اللي يدفع فلوس اكتر يقفوا معاه. المماليك استبسلوا في الدفاع عن مصر بكل شراسة، ولكن وقتها السلطان الصالح ايوب مات. اخفت مراته شجر الدر ان هو مات علشان الجيش ما يتزعزعش، او ان تسوء الاوضاع، او ان القتالات الداخلية بين الاسرة الايوبية وبعضها يعرفوا بحاجة زي كده فتكون مصر من نصيب حد تاني.
وأرسلت شجر الدر إلى ابن السلطان صالح أيوب تران شاه علشان يجي ويلحق الأوضاع. بالمناسبة شجر الدر كانت مرات أبو تران شاه، لأن شجر الدر كانت جارية عند الخليفة العباسي المستعصم واشتراها السلطان الصالح أيوب وأعتقها واتجوزها. أرسلت له لأنه كان في حصن كيفة في العراق والمنطقة الصغيرة دي كان هو بيحكمها. على ما جه تران شاه كان المماليك نجحوا انهم يتصدوا للحمله الصليبيه السبعه. ازاي؟ خلينا اقول في البدايه دارت معركه كبيره جدا في المنصوره. المعركه دي كانت عباره عن كمين، استنوا ان الجنود الصليبيه تدخل، ولما ما لقوش اي مقاومه فكروا ان زيها زي دمياط، زيها زي فرسكور، ومفيش اي مقاومه موجوده، ولكن ده كان كمين منصوب لهم. فجاه لقوا الناس بتطلع من البيوت بتحدف عليهم حجاره، لقوا الجنود منتشرين في الشوارع وطردوا كل الصليبيين، وفي البداية ظنوا انهم اسروا لويس التاسع، ولكن كل الجنود الصليبية هربوا لحد فرسكور، ودارت معركة تانية في فرسكور واتأثر فيها لويس التاسع واتاخد مقصور بالسلاسل واتحبس في دار ابن لقمان في المنصورة. وقتها علشان الصليبيين يعرفوا يخلصوا الملك بتاعهم دفعوا فلوس كبيرة جدا فدية له، وانتهت كل الحملات الصليبية اللي ممكن تكون جاية مصر بعد كده. ولكن الشاهد مش هنا، الشاهد في تران شاه ده. تران شاه اول ما جه بدل ما يشكر المماليك ان هم حموا مصر، وبدل ما يشكر شجر الدر انها حمت ملك ابوه وبعتت له اول ما ابوه مات، لكنه بدا ان هو يتهم شجر الدر ان هي خدت فلوس ابوه وخدت تركته وامواله وكل شيء، وبدا ان هو يهددها بالقتل بدل المره 2 و3، لدرجه انها هربت لبيت المقدس. وبدأ ان هو كمان يستكتر على المماليك اللي هم فيه، بدأ ان هو يوصفهم ان هم كانوا عبيد ورقيق، والمكان اللي وصلوا فيها دي ما كانوش يحلموا بيها. تران شاه ده كان شاب صغير واهوج سكري طايش، كان يشرب خمره ويسكر ويقف كده يفرد سيفه ويجي على كل شمعه كده يقول ايه ادي بيبرس ادي قلاوون، كل واحد من قاده المماليك يبدا ان هو يعني يتوعدهم اثناء ما هو سكران بالقتل. شجر الدر لما سافرت لبيت المقدس بدأت تراسل المماليك وتقول لهم بضرورة قتل تران شاه، لأنه أصبح خطر على مصر والمصريين والدولة الأيوبية. وبالفعل اتدبرت المكيدة لتران شاه واتقتل. وقتها رجعت شجر الدر لمصر وأصبحت أول سلطانة مملوكية في مصر تحكم البلاد. وبكده انتهى عصر الدولة الأيوبية وبدأ عصر دولة المماليك. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لنا شير ولايك، واذا اول مره تتفرج علينا اعمل لنا كمان سبسكرايب، واشوفكم على خير. سلام.